بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا السائل أبو عبد الله من السودان يقول: شيخ، ما المعنى في آية كريمة وما المراد بها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة بيان أن أول أمر يأمر الله به هو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، ثم تأتي بعد ذلك بقية الأوامر الشرعية، لكن أصلها وأساسها وأولها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أمر جاء في القرآن، أول أمر جاء في المصحف، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول مصري مقيم بالرياض: أديت عمر قبل زواجي، وأثناء الوضوء انتقض وضوئي، وأعدت الوضوء عدة مرات لأن عندي شيء من بعض إخراج الريح، وبعد ذلك وجدت مشقة وأكملت طواف في ذلك. ما دام أنك تكرر الوضوء ويتكرر الحدث فهذا أنت تعذر في هذا، إن أنك طفت على حسب حالك واستطاعتك، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن البكاء على الميت، هل فيه بأس؟ لأنني لا أتمالك نفسي سواء قريب أو من أبنائي أو من عائلتي. البكاء على الميت لا يؤاخذ الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. نعم. هذا يسأل عن حديث فضيلة الشيخ، وخصوصا في الصيام وتقدم بعض البلدان عن الأخرى: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الصحيح أن كل إقليم له رؤيته، لا يلزم كل المسلمين في إقطار الأرض أن يصوموا برؤية إقليم واحد، لأن المطالع تختلف على الصحيح أو على القول الراجح، أن المطالع تختلف ولكل قوم رؤيتهم. نعم. يقول: ما المراد بالآية الكريمة؟ أيضا في سؤالي عن الصيام: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. الآية واضحة أن الله أباح الأكل والشرب في ليل الصيام حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر تبين حرم الأكل والشرب إلى الليل، إلى أن تغرب الشمس. نعم. يقول: يا شيخ السائل، ما واجبنا نحو زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا أنهن أمهات المؤمنين، فنترضى عنهن ونثني عليهن ونحبهن بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: زكاة أموالي تجب في شعبان، ولكنني أؤخر ذلك إلى آخر رمضان للفضل. لا شك أن المبادرة بإخراج الزكاة عند وجوبها إنه أحسن وهو الأصل، ولكن يجوز تأخيرها أو تقديمها لغرض صحيح كعروض حاجة أو حصول فقر يحتاج إلى من يساعده، أي التقديم والتأخير لإخراج الزكاة يجوز للحاجة. نعم. يسأل يا شيخ عن فضل سورة الفاتحة في الرقية. سورة الفاتحة رقية، قال صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، فهي رقية، ومن أسمائها الرقية، فإذا قرأها بنية
أهمية العلاج بها والرقية بها نفعت بإذن الله. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: يا شيخ، عندي ماشية أعلفها في حظيرة وهي ماعز وشياء وخراف، وأبيع وأشتري فيها، هل عليها زكاة؟ هي في نفسها ما عليها زكاة لأنها ليست سائمة، ولكنها عروض تجارة، فتزكي قيمتها، تزكي قيمتها عند تمام الحول وهي عندك، إنك تثمنها وتزكيها، وإن بعتها فإنك تزكي قيمتها. نعم. هذا يسأل يا شيخ صالح عن ماء زمزم إذا خصص للاغتسال. لا بأس به، لا بأس به الاغتسال بماء زمزم، لأنه من الماء الطهور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. يسأل يا شيخ عن نقل القبر من مكان إلى آخر بعد وصية. لا يجوز نقل القبر بعدما يدفن الميت إلا لغرض صحيح، إما لأنه دفن في مكان غير مناسب، أو أنه دفن في مقبرة الكفار فينقل إلى مقبرة المسلمين، أو أنه مات في بلاد كفر وليس فيها مقابر مسلمين فينقل إلى مقابر المسلمين. فالحاصل أنه لا ينقل الميت من المكان الذي مات فيه إلا لغرض صحيح، غرض شرعي صحيح. نعم. يقول السائل أبو إبراهيم: يوم الجمعة أقرأ من الجوال سورة الكهف، فهل يعتبر ذلك مصحفا؟ نعم، يعتبر قرآن، أنت تقرأه هو قرآن، سواء من الجوال أو من المصحف أو من التسجيل، هو قرآن، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم صلاة سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة؟ نعم، أخت أمه من الرضاعة خالة له من الرضاعة وهو محرم لها. نعم. الشيخ يقول: ما معنى هذا الحديث، وهل إسبال الإزار من كبائر الذنوب لا يدخل الجنة مسبل الإزار؟ أنا لا أعرف الحديث بهذا اللفظ، ولكن الإسبال حرام، الإسبال وهو ما نزل عن الكعبين حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل عن الكعبين فهو في النار. لا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه، الحد الفاصل هو إلى الكعب، ما نزل عنه فهو إسبال. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الماء دفعة واحدة. لا أعرف هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب الماء أنفاسا، يشرب ثم ينحي فمه صلى الله عليه وسلم عن الإناء، ثم يتنفس ثم يشرب ثلاثة أنفاس. نعم. فضيلة الشيخ، ورد أسئلة لبرنامج نور على الدرب، هذا يسأل أحدهم عن أخذ الفتوى في المسائل الفقهية مع اختلاف العلماء في الإجابة، كيف موقف المسلم من أخذ الفتوى في المسائل الفقهية؟ إذا عرضت لك مسألة وأنت لا تعرف جوابها، اسأل من تثق بدينه وعلمه واعمل بما يفتيك به، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كتب ابن تيمية رحمه الله لماذا سميت بالفتاوى الكبرى، وما رأيكم بقراءة طالب العلم فيها؟ كتب جيدة ومحررة ومفيدة جدا، وموصلة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحسن أنه لا يقرأ فيها إلا طالب العلم المتمكن، لا يقرأ فيها إلا طالب العلم المتمكن، وأما المبتدي والعامي فإنه يسأل أهل العلم ولا يعتمد على قراءته في الكتب. نعم. يسأل هذا السائل مصري مقيم بجدة فضيلة الشيخ، يقول: ما مناسبة تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ذكر الإيمان في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ نعم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، سواء قدم عليه أو أخر عنه. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل لصاحب البدعة توبة، وما واجبه في ذلك؟ نعم، كل مذنب يجب عليه أن يتوب، المشرك يجب عليه أن يتوب، المبتدع يجب عليه أن يتوب، المذنب يجب عليه أن يتوب. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. فضيلة الشيخ، في المؤسسات والمشاركات التجارية والشركات
الشركات ضمان الربح للمشاركة في المساهمة أو في الشركة، هل هذه المعاملة جائزة؟ لا، ضمان الربح لا يجوز وهو حرام وباطل، لكن الربح إن جاء ربح للشركاء نصيب على قدر شرطهم، وإن لم يأتي ربح ليس لهم شيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى الاستغفار وكيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستغفار، وما معنى الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة من الله، طلب مغفرة الذنوب من الله عز وجل، وهو مهم جدا في حياة المسلم، أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول بالاستغفار، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله جل وعلا أمر رسوله عند ختام حياته بالاستغفار، قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ويختم العمر في الاستغفار، تختم العبادات بالاستغفار كالصلاة وغيرها، تختم المجالس بالاستغفار. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، ما هي المنافسة المذمومة شرعا في حديث ولا تنافسوا كما تنافسوها؟ الدنيا، التنافس في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم. أحسن الله إليكم. حديث شيخ إن الملائكة تصلي على المصلين ما داموا في مصلاهم، لا أعرفه بهذا اللفظ، ولكن المسلم إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. جاء في الحديث أن المسلم يكون في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تستغفر له، الملائكة تستغفر له إذا جلس ينتظر الصلاة ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. حديث شيخ أيضا يسأل عنها: استوصوا بالنساء خيرا. نعم، يعني استوصوا بالنساء خيرا، يحصل منهن إساءة على أزواجهن أو على أقاربهن، فيستوصى بهن بالرفق بهن والمسامحة، التسامح معهن. وكذلك استوصوا بالنساء خيرا، يحفظوهن وارعوهن عن الانطلاق والانفلات، وهذا أهم، أن أولياء النساء يحفظونهن من الانفلات، يحفظونهن من الضياع، ويحافظون عليهن، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. هذه سائلة تقول: كنا في السابق شيخ في البراري نرعى الغنم مع زوجي ونسكن في البر، وتوفي زوجها فضيلة الشيخ، وقد التزمت بالعدة إلا أنها تخرج لرعي الأغنام وجلب البهائم وغيرها فضيلة الشيخ. لا بأس بذلك، تلتزم بأن ما تتزوج حتى تنتهي عدتها، لا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس الحلي مدة العدة. نعم. فضيلة الشيخ، إصلاح القلب كيف يكون، وكيف للمسلم أن يصلح من قلبه؟ بذكر الله، هلا بذكر الله تطمئن القلوب، يصلح القلب بذكر الله والإكثار من ذكر الله، فإنه به تحيا القلوب. تلاوة القرآن، هذا القرآن هو أعظم الذكر، فيحيا به القلب و تزكو به النفوس وتزكو به الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت السائلة من ميرات تقول: بالنسبة للمرأة إذا كانت على مدار السنة تكون في المطبخ تعمل وتطبخ ولكنها تسمع القرآن، هل يكفي هذا يا شيخ أم لابد أن تقرأ من القرآن؟ يكون لها الأجر مرتين، إذا كانت تشتغل في البيت وتسمع القرآن لها أجر اشتغال بالبيت أجور بهذا، ولا أجر استماع القرآن. الحمد لله هي على خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، حتى ذلكم الحين لكم التحية من زملاء فريق العمل ومن زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة